بسم الله الرحمن الرحيم سباق الانتخابات قصيده شعريه كتبتها عن ما يحدث في الانتخابات في المغرب من نفاق وزور وبهتان وبداتها بهذه المقدمه مع قرب الانتخابات ينجم اهل النفاق وتظهر قرونه قرونهم ويعدون العد العده ويعلنون الرده على الباطل والكذب والبهتان والرشاوى ويعانقون التوبة والمساجد ويفتحون الخزائن لينفقوا منها بسخاء على الضعيف واليتيم وابن السبيل فينسون البخل ويلبسون لباس الكرم والجود ويتواضعون للضعيف ويقضوا حاجاته ويعدونه الوعود وينسجون بين يديه آمالا عريضة واحلاما واسعة ونظرا لحرمانه وفقره يصدق افتراءهم ويسلم الامر اليهم. فلا تكاد تعلن النتائج حتى يختفي اللصوص ويغلقوا ابواب المساجد و... ويرتدوا عن التوبه ويفتحوا مجازر الذبح والسلخ والتشريح والتقطيع فلا يغلقونها حتى اشعار اخر فصبرا ايها المواطن فالقانون لا يحب المغفلين سباق الانتخابات قد جاء وقت الصندوق ودنا الكذب فهذا زمان النفاق قد قرب. فسر في نصر الباطل مجاهرا لا خوف ولا حيا فالحيا قد ذهب. واقصد ديار الفقر كن متواضعا فإنا غافلون والسمع قد ضرب. وزن كلامك إذا لاقيت ضعفاءنا فإنا نسمع فجور الفقر لنا غلب. فانك عودتنا العطف كل غيبه والامال خادعه صدقها والكذب جاريناك في النفاق لم نكد صمودا ان الشيطان منك في هرب اتبقى لخمس لا تغير حالنا سوى انك سلوب للمال منتهب وتقضي في القبه عمرك نائما فاذا نطقت كان اللحن والجلب لا راي الا زياده او منحه هذه للوزير وتلك للعيد اقترب فعادتكم معروفة مفضوحة من علا شأنه فالفقر له سبب ما لكم بين الأمم عز ولا كرم أنتم عبيد الدرهم والذهب فهذا المصباح كان فينا داعيا اتخذ نورا فخاض به اللجب وكنا نريده يزيل عنا النائبات لكنه رمانا بألوان النوب فهل بعد هذا نصدق آراك آراءكم ما لنا زعيم صار الحديد إلى خشب سنرمي أوراقكم ونصد الكذب ونسأل الله أن يرد العطب فعادة الصندوق نفاق وخطب ووعود وآمال جلها كذب الوافي رشيد